ديروا المؤتمر السنوي ديال الرابطه التعليم الخاص بمدينه الدار البيضاء، درتوا واحد الشعار تاع ان التعليم خاصو يواكب المتغيرات تاع العالم. بالنسبه لكم شنو الوصفه تاع التعليم؟ هو في حقيقه امر هاد المؤتمر اللي كيتنظم سنويا واللي خدا العنوان ديالو هاد السنه هو الامكانيه ديال اننا نقوموا بترسيخ الهويه المغربيه مع الحفاظ على التفتح على العالم الخارجي وعلى التكنولوجيا المتقدمه. وفي هذا الملتقى ان شاء الله قمنا باستدعاء واحد المجموعه ديال الخبراء وواحد المجموعه ديال الباحثين لاجل النهوض بالمنظومه التربويه واننا نشتغلوا على اساس انه الطفل او التلميذ المغربي يتمكن انه يترسخ في الهويه المغربيه ديالو اللي غنيه بالحضاره ديالها والثقافه ديالها، وفي نفس الوقت انه يكون فاتح للعالم الخارجي والعالم العالمي ويكون عنده واحد روح ديال وثقافه ديال انه يتحاور ثقافه الاختلاف، ثقافه العمل المشترك وثقافه تطوير الذات. وهاد الامور كلها ان شاء الله غنقوموا بواحد مجموعه ديال الاعمال والورشات لاجل نخرجوا بواحد الصيغه اللي تكون صيغه مطوره للمنظومه التربويه. يعني من خاص ولا واحد يعني شيء مهم في المنظومة تاع التعليم، ولكن باش نجرو التعليم العمومي للتعليم الخاص كيفاش خصنا ندير؟ هو في حقيقة الأمر الوزارة مشكورة على العمل ديالها وعلى جميع الخطوات اللي كتقوم بها لأجل المواكبة ديال التعليم عامة، وكنظن أنه حنا كنشتغلوا على المدرسة المغربية وعلى الطفل المغربي، وكنقولوا أنه حنا كنا مغاربة وكنا خصنا نكونوا مشبعين بواحد روح المواطنة وكنساعدوا مع بعضياتنا لأجل النهوض بهذا القطاع وبالتربية في بلادنا. التعليم الخاص عنده واحد المسؤولية مهمة، يعني جر التعليم العمومي نحو التقدم، واش التعليم الخاص أصلا هو قادر يدير هذه المسؤولية؟ لا يستحيل نقول أن التعليم الخاص مسؤولية هو جر التعليم العمومي، يعني ذاك يعني أنه قاطرة. التعليم الخاص مكون من مكونات المدرسة المغربية، ليس سابقا لها وليس تابعا لها، فهو مكون من مكونات، يعني أنه جزء ليس جزء من المدرسة المغربية، له ما على المدرسة العمومية وعليه ما على المدرسة وعليهم على المدرسه العموميه، وبالتالي فيها نفس الرهانات، نفس المشاكل، نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس, الـ نفس الـ الاجراءات تهم المدرستين مع الخاصه والعامه. بطبيعه الحال مع بعض الفروقات في الشكليه والخدماتيه ليس الا